بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه ولا قد أعراض الانسحاب مع إني عارفة إنك طريق أخره سراب لنا أدرى من حبك أخف ولا قد ده ناقص يحطك في قمقم ويقفل عليكي ويرميكي في عرض البحر عشان لا يطولك العدو ولا حبيب. طول ما ليلى متهنيه وبتضحك اهانا القمقم ده على قلبي زي العسل. مبقاش موضوع الكتاب يشغلني زي الاول. اذا انا حب الادب مش سبب كافي ان الواحد يبقى اديب. هو يكون فريد مزعلك؟ لا ابدا. فريد عم بيعمل اللي عليه وزياده. امبارح كنت عايزه ليلى تنام في حضنك عشان هنسيبها ونسافر. وأول ليلى كانت تعبانة وأول كانتش عارفة تنام وأول كانت قلقاكي. طب النهاردة يا ترى ليلى إيه؟ حبيت أعمل الصح وارجع عند عيلتي على لبنان. رجعوا معايا وعيدك هنبتدي صفحة جديدة. مش هتأخر يا قلب ماما. مش هتأخر. مش هتأخر. ليلى مش متعودة إن هي تقعد كل الوقت ده من غيري. يلا. بس ليلى مش في البيت. امال فين؟ مع ايمان. فين؟ لا هما لسه ما راحوش بس هما في الطريق. على فين؟ على متن افخم سفينه هتتحرك بيهم من بورسعيد على مدينه النور اللي هي باريس. انا عايزه بنتي. اسمعها ليلى. اسمعها ليلى يا كريمان. Thank you.
اتفضل. ايه فريد؟ نروح على طول ولا تحب نعدي على التياترو شويه؟ لا ده ولا ده. طيب تحب ندخل سينما؟ انت هتقلقني عليك ليه يا فريد؟ بلاش يا عزيز، انا كويس. انت بس لما تروح بلغ عايدة ان عندي عمليه هتاخر شويه. اروح؟ انت بتطرقني بالذوق يعني. وبعدين هي مش العمليه دي خلصت خلاص؟ بلغها كده بس. اه طيب، وتحب ابلغها العمليه تخلص الساعه كام؟ ولا اقول لها ان انت محتاج تبات مع العيان عشان تطمن عليه؟ بطل غلب اقول حق روح قبل ما الست الوالده تستحوقك وتعمل لك قهر مجلس. هبلغ عايده. سعيده. سعيده. وهو بسلامة الدكتور ما كلمهاش يبلغها ليه انه هيتأخر؟ يمكن التليفون بتاع المستشفى ما كانش فيه حرارة. دي جوازتهم اللي ما فيهاش حرارة. يا عيني الراجل من يوم ما اتجوزها وهو حاله يغم، وشه بقى عامل زي رغيف العيش البايت اللي بتاكله لنا ده. مش حضرتك اللي اتخانقتي مع سيد بتاع الفرن؟ اضطريت اجيب من الفرن التاني. سيد ده حرامي بيخنصر في الفلوس. عمك عزمنا على فرح بنته. امتى؟ الخميس، واعمل حسابك هنبات ليلتها هناك. انا ممكن اخد يوم اجازه، بس موضوع البيات ده مش هنبقى بنتقل عليهم شويه؟ نتقل عليهم ايه بقى؟ مش كفايه ان الناقص ما عزمناش غير قبل الفرح بيومين؟ كويس انه عزمنا يا ماما. حضرتك ناسيه اخر مره قابلتيه وقلتي له ايه؟ بنتك هتبور ومحدش هيرضى يتجوزها. وعشان كده انا عايزه الخميس يجي بسرعه عشان اشوف عريس الغفله ده شكله ازاي. يعني حضرتك عايزه تقولي لي انك ما جبتيش قرار لحد دلوقتي؟ بلاش ميه في وسط الاكل، انت مش ناقص كرش. فضلك هي المركب اللي طالعه فرنسا فين؟ لا دي حضرتك اتحركت من قيمه 4 ساعات او اكتر. انت حضرتك كنت حاجزه عليها تذكره ولا كنت جايه توديها حد؟ انت حضرتك كويسه؟ اقدر اساعد حضرتك بحاجه؟ يا هاني La joie dans la maison, c'est la vie qui recommence. Le printemps et l'été, l'automne ou bien l'hiver, ne reviennent que pour tomber. Comme on tourne la terre, c'est le retour de la pluie, du feu de bois dans la nuit,
C'est l'automne qui frissonne. Un bon livre du matin. Je kiffe un art de kid, monsieur Farid. Laissez, monsieur Sarkis. Whisky, quand même. Top. شو بيقولوا الخمرة بتنسي يا مسيو سركيس؟ بيقولوا مسيو فريد كذب، مفيش حاجة بتنسي، كل الحاجات اللي بنحاول ننساها كل ما بنحاول أكتر كل ما بنفتكرها، كل المجهود اللي بنبذله عشان ما نفكرش فيها بيخليها تتحول لهاجس، شعور بيسيطر عليك تبقى ما تفكرش غير فيه. يمكن مش لازم نحاول قوي كده مسيو فريد. صح، لكن لا، المحاولة برضو بترضي ضميرك، تنيمه شوية، تحاول تشتغل، تنشغل، تحاول تبسط اللي حواليك، تعمل نفسك انت كمان مبسوط. لكن الحقيقة ان كلنا مش كويسين. يوسف وحشني قوي. وحشهم هما كمان. ومهما عملت ومهما حاولت أنا لا هعرف أملأ مكانه ولا هعرف أعوض غيابه. ولا عارف أتعود على فكرة إنه مش موجود. إن يوسف كان هو أصلا الموجود. مع إنه هو صغير كان هو دايما اللي يسأل على الكل. بيصمم إني أزورهم في الأجازات. بيهدي أبويا لما بيزعل مني. بيتخانق مع أمي لما تزن عليا في موضوع سفري وقعد لوحدي. بيقول لها خليه براحته. من كتر حنيته بقى الكل يشوفني ناشف. بقيتش حتى أحاول أوريهم العكس. إني عارف إن مهما حاولت مهما عملت حاجة حاجة في يوسف. Entrez. نمت يا مدام. طيب حطي على التخت بس شوي شوي كرمال ما تصحى. حاضر من عيني. دكتور فريد وصل؟ لا لسه. أحضر لحضرتك العشاء؟ لا ميرسي ماني جوعانة. فيك تنزلي على أوضتك. تصبح على خير. أنت من أهله بس ترك الضو برا مضوى لأن دكتور فريد هلا رح يوصل. حاضر.
كابينة 2 اتفضلي يا فندم. مساء الخير، لو سمحت ممكن أكلم علي؟ علي شاهين. أوه. طيب أنت بتعرفش هو هيرجع إمتى؟ لا لا خلاص، أنا هبرجع أكلمه تاني. ناقصاك انت كمان؟ انت فين كل ده؟ سألوا عليك ثلاث مرات. راحت عليا نومه يا امين. ماشي. يلا شدي الحنانه بتاعتك. حاضر. اديها لاي حد يصلحها لك بعدين يلا. طيب. يا نهار ابيض. يا دي اليوم اللي مش فايت. فوق يا ست انت الله يسيئك. اقول لعنتر يوقف لك حضور وتوديها على المستشفى؟ ملوش لزوم. الدكتور فريد جوه ممكن تسمح له يبص عليها. تعالى سندها معايا لحد اوضتي. قادره تمشي؟ يلا قومي. على مهلك. اتفضل يا دكتور. حطيتي فيها ملح؟ ايوه. شكرا. اتفضلي. خلي عندك اجيب لها حنطور وديها على المستشفى. حالا. اديني يا ست عنوان البيت عندك عشان نبلغهم. انا مش من هنا. طيب ودوها المستشفى هيعملوا معاها لازم. انا مش هروح المستشفى، انا كويسه. كويسه ايه؟ الجرح ده محتاج تنظيف، واللي في رجلك كمان الوقعه كانت شديده. ده انتي متبهدله خالص. قلت لكم انا كويسه. واضح. انتي شكل دماغك ناشفه، تكونيش سعاديه زيي. اللي انتي اسمك ايه؟ عاشت الاسامي. ارتاحي هنا يا كريمه لحد ما الحنطور يجي. قلت لكم مش هروح المستشفى، ان شاء الله اموت في الشارع. انا هريح لي اموت. ركبي شنطتك الاوتوموبيل، خلي حد يعمل لها. بيستعجلوني، مفيش حاجه. يلا يا جليله. حاضر. تعيش. هتبقى كويسة. بتهيألي ما نضغطش عليها. بتهيألي ما كانش صح تغيري في أوضة فيها اتنين رجالة. ما أنا اتلبخت يا أمين، ومتأخرة ومش ناقصة يتخصم لي إياها، وبعدين ما كانش في أوضة تانية أدخلهم فيها. ووقفت ورا. مش وقته يا جميل. نبقى نتكلم بعدين بعد ما نخلص شغل. هنعمل فيها إيه؟ مش عارفة، شكلها مفرفرة خالص. بس هو الدكتور بينضف لها الجرح وتعدي الليله لحد بكره ونشوف. حبيت فين بقى لحد بكره؟ يلا يا جليله.
ربما كانت ليالي يوجيني رغم صخبها وبريقها الدائم معتمة. معتمة أكثر من اللازم كي ترى الحقيقة، وربما كانت حقيقته التي لا يدركها سواه هي سبب ذلك الصخب المستمر في داخله، والعتمة التي يعيش فيها رغم كل ما يلمع حوله. يقف حائرا بين ما أراده لنفسه وما أرادته له الأقدار. ربما لو كان قلبه بيده، لو كان مثل عقله مسلما بالمنطق والواجب بدلا من جموحه في دنيا الخيال، لكان أضاء تلك العتمة. اهدي اهدي، ما فيش حاجة. حزك يا أبله. يسمع من بقك ربنا يا أختي. المهم بعد ده كله ما كفاش كل البستافة اللي هي خدتها من البيل مدير، لا صممت إنها تبدل وتيجي النهاردة وردية بالليل بدل بالنهار. كل ده ليه؟ قال إيه وهي بتتمشى كده ولا كده عندها أمل حد ينقلها من تنظيف الغرف لتياتر أوجوني. يا ما نفسي أدخله يا أبله. تدخلي فين يا بت؟ لسه صغيرة على الكلام ده ولا عايزة ترقصي جوه زي المزاغيد؟ أنت دخلتي التياترو؟ آه دخلت. لما بشتغل فورديت بالليل بدخل ساعات ابص عليهم بلاقيهم واقفين صف يمين وصف شمال، مسكين عصيان بتبرق وبرانيت فيها ريش، صوت المزيكا عالي وبيرقصوا تا 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 با با تا 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 تا. صباح الخير سعادتك. صباح النور. تؤمر بحاجة حضرتك؟ لا شكرا. بعد إذن حضرتك. هاتي الشاي ولو في زيتون حطي شويه في طبق وهاتيهم. حاضر. صباح الخير. صباح النور. ناديه انا مدرب مالا ازيك؟ وحشتيني. هي بس اللي وحشتك؟ أنا واقع من الجوع. لأنك ما عم تاكل منيح.
من وقت ما رجعت وانت ما عم تاكل ولا حتى عم بتضلك بالبيت. صدقيني غصب عني راجع من مصر عندي شغل قد كده. امبارح كنت ناطرتك لنتعشى سوا بس هيئتك تأخرت كتير وأنا خفيت. أنا آسف، حقك علي. رجعت متأخر لقيتك نايمة ما رضيتش أصحيكي. كنت تعبان، دخلت السرير نمت في أقل من دقيقة. عم فكر اليوم كنت أنزل مع نبيلة. عبالي أجيب قماش للستاير. ولا بتضايق إذا غيرتهم؟ لا طبعاً، براحتك. عم فكر كمان جيب كم غرض للأوضة. بدي رتبها لتصير أوضة نادية. لأنه الطنط كانت عم بتقلي ونحن هونيك إنه لازم نادية تبلش تنام لحالها. تعالي لسه شوية. يعني قصدي نادية لسه صغيرة، ما تستعجليش تفصليها عنك. أنا تأخرت على الشغل. أنت عاوز أجيب لك حاجة وأنا جاي؟ لا. رح تتأخر اليوم كمان؟ حاول أخلص بدري عشان نتعشى سوا. لو حابة ممكن نروح السينما بعدها. بيقولوا فيلم إنجريد بيرغمان حلو كتير. تعال نتعشى ونروح. سعيدة. سعيدة. تسلم مجيتك يا دكتور. على ايه؟ بعد اذنك ممكن اغسل ايدي؟ ايوه طبعا اتفضل اتفضل. ايه يا مين في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ جليله اسكتي خالص، كفايه المصيبه اللي انت جايباها لنفسك دي. اتفضل يا دكتور. كويس قوي ان حضرتك فكت لها الشاش، انا كنت خايفه تفضل رابطاه ومش عارفه كنت هغير لها عليه ازاي. لا هو انت ناويه تقعديها عندك انا كتير؟ لحد ما تقف على رجليها بس يا امين وبعدين تبقى تروح لحال سبيلها. شكر. هي حكت لك حاجه او قالت لك مين اللي عامل فيها كده؟ لا بس ما نمتش طول الليل، كل شويه تقوم مفزوعه يا حبتين. هي عامه هتنام كويس دلوقتي. طيب هي مش محتاجه تروح مستشفى يا دكتور؟ يعني هناك مش هيبقى احسن؟ الخطه اللي في دماغها بسيطه، كلها كمين واحده بقى. يبقى هما تقف على رجليها تروح لحال سبيلها زي ما انت قلتي. انت مش ناقصه كلام من الجيران يا جليله. وبعدين يعني من هيئتها ولبسها كده ما شكلهاش واحده غلبانه هتعطفي عليها. ده هيئتها وشكلها دول هما اللي مخليني عايزه اعطف عليها. هي شكلها بنت عيله فعلا، اكيد وراها حكايه. والحكايه دي مش بعيد انها تكون هربانه من مصيبه او تكون عامله حمله. بعد اذنك. اتفضل. شكرا يا دكتور تعبناك. مفيش داعي للشكر. اتفضل. نورت. راح فين؟ أنا صحيت خلاص، أنزل بقى أجيب الفطار والجورنال عشان الغلبانة دي لما تصحى تلاقي حاجة تتقوي بيها. خليكي، هنزل أنا أجيب الحاجة وأجي. أنت مش لسه بتقول أنا مش ناقصة كلام من الجيران؟ يلا قدام. Thank you.
حبي ليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليه انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه ولا قد أعرف الانسحاب ما إني عارف أنك طريق أخره سراب لنا أدرى من حبك أخف ولا قد أعراض الانسحاب